هي تظاهرة ثقافية بالأساس غلب عليها النفس السياسي من خلال محاضرة أكدت المشاركين فيها على النقاط الإيجابية في النص الدستوري، من تكريس لمبدأ المساواة واتخاذ لتدابير تهدف للقضاء على العنف ضد المرأة. احترام مبدأ المساواة وتكريس مبدأ المساواة في الدستور، مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون بدون تمييز، وضمان حقوق العامة والفردية للمواطنات والمواطنين. كذلك الدستور يعترف بحق المرأة في العمل، وخاصة السعي إلى تحقيق التناصف بين الجنسين في الدستور، والعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد النساء، وهذا هام جدا. إيجابيات لم تشمل جل الفصول، فالنص الدستوري يتضمن بعض النقائص فيما يخص حقوق المرأة وحرياتها، ثغرات بعضها يتمثل في عدم التفسير الواضح للمفاهيم. فصل 21 يتعرض إلى عدم التمييز، كان من المفروض أن نحدد مفهوم التمييز باعتباره انتهاك لحقوق الإنسان للنساء، باعتباره تعدي على كرامة الإنسان للنساء، وكذلك نؤكد على أن التمييز لا يمكن أن يكون على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق أو الانتماء، عدم اعتبار حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، من بينها كذلك اعتماد الحق في الحياة مقدس، قدس الحق في الحياة ممكن تؤدي إلى تراجع في المستقبل باعتبار أن الحق في الحياة اليوم كيف يكون مقدس هذا يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الحق في الإجهاض، والحال أن الحق في الإجهاض هو حق من حقوق الإنسان التي تتمتع بها النساء التونسيات. رغم مشاركة المرأة للرجل في مختلف المجالات، إلا أن حضورها في مراكز القيادة بقي منقوصا، وهو ما يتطلب منها المزيد من العمل لافتكاك مكانتها صلب مراكز القرار. في الجانب النضالي في سور لو تيران المرأة متواجدة في كل المحطات، كي تجي لمراكز القيادة تلقى الأغلبية ديما رجالية متواجدة. لابد من النضال لافتكاك المكانة متاحة في صلب يعني مراكز القرار والمراكز القيادية. دستور عمل على ضمان حقوقها وحرياتها، هي المرأة التونسية التي تسعى جاهدة إلى أن تكون الدولة حامية لهذه الحقوق وضامنة لمكتسباتها.